خير عليكم البنات الحبيبات العزازات على قلبي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير، وليداتكم اسركم رجالاتكم كلشي مزيان؟ الله يدخل علينا هذا الشهر بالخير والصحه والسلامه ان شاء الله، عشر مباركه مسعوده. كاين شي شهيوات ولا والو؟ بهذه المناسبه وبقرب دخول شهر رمضان الكريم ان شاء الله، بغيت نعطيكم واحد النصيحه. بحكم اننا كنوليو يعني نقدر نقول مدمنين على العطائر في الطبله الرمضانيه دائما، واخا يكون اتاي واخا تكون بارفوا قهيوه ولا هذا، ضروري كنحطوا العصائر سوا ديال الماء سوا ديال الحليب. هادشي علاش بغيت ننصحكم واحد النصيحه، واكيد كل واحد فيكم بدون شك عنده الاله ديال الطحن او اللي كان الخلاط الكهربائي. بغيت نعطيكم واحد النصيحه ان شاء الله، هو الا بدا الكاس ديال المولينكس هذا اللي كتشوفوا بدا كيحفى، بعض المرات من كثره زعما الاستعمال ديالو كيكون الخلاط الكهربائي باقي جديد، ولكن كيبدا بعض المرات ما كيبقاش يطحن مزيان. نصيحه، الا قشرتوا شي بيضه خذوا القشور ديالها ما تلوحوهمش، استعملوهم وطحنوهم في المولينكس، طحنوهم واحد المده يعني ديال 3 حتى 5 دقائق، طحنوهم مزيان مزيان مزيان، وغتلاحظوا بان المره الجايه ان شاء الله ولا الثالثه غادي تلقاو باللي ولا ماضي مزيان يعني حاد وكيتحل لكم مزيان. وملي تاليو بطبيعه الحال غادي تغسلوا تخوي فريق قطره جافيل وقطره ديال معجون ديال الماعن اللي كتخدموا به وصافي، وان شاء الله غادي يرجع الخلاط الكهرباء ديالكم بحال جديد عاد شريتوه. شكرا لكم، مباشر مباركه مسعوده، سلامه. ما تنساوش تابوناي وديروا لي لي جيم لي فيديو ديالي باش نوصلكم دائما بالجديد. سلامه.